بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات الزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحيازة بكل أوصافها وعناصرها في عجالة، إلى نتطرق إلى حماية الحيازة وأشرنا إليها في 3 دعاوى. واليوم إن شاء الله سنتناول دعوى الاسترداد كأحد دعاوى حماية الحيازة، وقد نصت عليها المادة 958 من القانون المدني، حيث أنه لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، وإذا كان قد فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك. يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره. إذن زي ما قلنا في الحلقة الماضية، الحيازة تدور في فلك السنة، وهنشوف في الحلقة كل فقرات الاسترداد هتتم إزاي. إذن لابد أن ترفع دعوى الاسترداد، استرداد الحيازة في خلال السنة التالية لانتزاع أو سلبها كرها أو وعند اكتشاف ذلك، يعني بعد اكتشاف فقد الحيازة او سلبها منه قدامه سنة كاملة لرفع. وزي ما قلنا قبل كده انه بيتخذ اجراءه من تاني يوم، مش لازم يستمر السنة، ولكن القانون حطش سنة عشان تبقى وقت مفتوح للي عنده ظروف، مسافر او خارج المكان او ما عندوش علم، يبقى من تاريخ علمه هيبتدي عد السنة بالنسبة له. وقلنا السنة ليه؟ عشان ما تديش امتيازات كسب الحيازة للشخص المغتصب ان يقعد حيازة بأوصافها، الهدوء، الاستقرار، الاستمرار لمدة سنة كاملة ويكتسب عليها الحيازة. ده بالنسبة للمغتصب. يبقى بنرفع دعوة في السنة التالية لاغتصابها في خلالها، ما تمرش السنة، ما تتمش السنة عليها، في خلالها ترفع الدعوة لاسترداد الحيازة. ويتم رفع الدعوة إما من الحائز نفسه الوضع يده مسيطر على العين، أو من يخلفه أو من ينوب عنه، على أن يكون المدعي اللي هو بيسترد حيازته استمرت حيازته للعين كما ذكرنا سابقا مدة سنة كاملة قبل سلبها منه، وترفع الدعوة في السنة التالية لسلبها أي الحيازة كما ذكرنا في الحلقة السابقة. أن الحيازة ودعواها الثلاث للسرداد ومنع التعرض ووقف الأعمال تدور جميعها في فلك السنة اكتسابا وفقد والسرداد في فلك السنة. كما أنه لابد أن يكون للحائز الأصلي المدعي في دعوة للسرداد، لابد أن يكون حيازته قد استمرت سنة كاملة وفق أوصافها، الهدوء والاستمرار والاستقرار، ويكون رفع دعوى الاسترداد خلال السنة التالية لسلب الحيازة. أنا بعيد وأكد على المواعيد لأن دي مهمة وخطيرة جدا، وقد تكون في بعض الأوقات مرور المواعيد دون اتخاذ الإجراء سبب في سقوط الحق. ويكون رفع الدعوى في خلال السنة التالية لسلب الحيازة حتى لا تمر سنة كاملة عليها لدى المغتصب بأوصافها ويكتسب عليها حيازة أيضا. وتكون دعوى الحيازة صحيفتها كالتالي: المدعي اللي هو صاحب الحيازة اللي اتسلبت منه الحيازة، المدعي عليه هو المغتصب للحيازة. موضوع الدعوة لابد أن يكون موضح للعين المغتصبة والمدة والتاريخ وكل إجراء تم بخصوص سلب الحيازة، حتى يتم توضيحه في الطلبات الختامية لاسترداد الحيازة، على أن يكون الموضوع مقتصر على عناصر الحيازة وصورها الكاملة، الهدوء والاستقرار والاستمرار وتاريخ فقدها ومدته. ولا يجوز، وانا قلت الحلقة السابقة وبعيد أؤكدها تاني لأن دي بيحصل فيها مشاكل كتيرة، الخلط بين دعوى الحق ودعوى الحيازة، ولا يجوز الربط بينهم في دعوة واحدة. لا تقبل الدعوة إذا ربط فيها دعوى الحق ودعوى الحيازة، يعني لابد أن يكون التطرق فقط للحيازة دون الملكية، لا يجوز الجمع بين الملكية والحيازة في دعوة واحدة. ولابد
وبأكد ومن أول حلقة وأنا بأكد على تكييف الطلبات الختامية، لأن هي التصور بتاعي اللي أنا عايز الحكم يصدر لصالح موكلي عليه، الطلبات الختامية اللي المحكمة هتخلص بناء على الطلبات الختامية للحكم اللي هتديهولي، لأن لا يجوز المحكمة أن تقضي بما لا يطلب الخصوم. أنا مش هطلب طلبات ختامية في الدعوة والمحكمة تصحح لي طلباتي والمحكمة تكتب لي طلبات جديدة عشان تحكم لي عليها، اللي أنا هكتبه هو اللي هيصدر عليه الحكم. يبقى لابد من تحديد وتوضيح الطلبات الختامية، العقار وتوضيحه وأسباب الحيازة وتأكيد على حسن النية. أنا بعيد تاني اللي قلنا خط أحمر تحتها الحلقة اللي فاتت. ولابد أن يكون الحكم كالآتي، أو الطلبات الختامية كالآتي. بقوله أبونا علي بعد سرد الموضوع وتكييف موضوع الحيازة ومدتها وأوصفها، بقول بناء عليه في الطلبات الختامية بقى، بعد ما أقول أن المحضر سلف في الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وإلى محل إقامة فلان الفلان المدعى عليه، والتكليف بقى وكلفته بالحضور أمام محكمة كذا 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 بالجلسة المنعقدة في بتاريخ كذا أمام الدائرة المدنية بسماعه الحكم. هي دي أهم حاجة بسماع الحكم. الديباجة دي معروفة في كل صحف الدعاوى، احنا لسماعه الحكم ده الطلبات اللي بطلب تحديدها بقى، لسماعه الحكم أو ليسمع الحكم برد حيازة العقار المبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة في الموضوع يعني اللي احنا شرحناه، ومنع تعرض المعلن إليه له في الانتفاع به مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المؤجل وبلا كفالة. ده الطلبات الختامية بتاعتي في صحيفة الدعوة لازم أحددها عشان هي اللي هيصدر على الحكم. وطبعا الدعوة معروفة أنا عندي الاختصاص، اختصاص قيمي، اختصاص مكاني، اختصاص نوعي، كل قواعد الاختصاص اللي نظمها القانون لابد أن ترفع الدعوة بتاعتي حسب الاختصاص في موطن، في محكمة موطن العقار حسب الاختصاص. وبتخلص دايما المحكمة بعد استكمال شكل الدعوة عند بدء بحث الموضوع وتقديم المستندات الدل على الحق وسلب على الحيازة وسلب الحيازة، بتحيل الدعوة كل دعوة الحيازة المحكمة كل دعوة الحيازة إلى الخبراء، بتنتدب خبير من مكتب الخبراء. ليه؟ لأن المحكمة ما بتنتقلش إلى عين التداعي عشان تعاين أو عشان تعمل أي حاجة فيه، وبتكون مأمورية الخبير اللي بتنتدبه المحكمة استدعاء الطرفين طرفي الخصومة ومناقشتهم بلا حلف يمين. وبعد مناقشتهم وبعد أن يقدم كل طرفي الدعوة كل من طرفي الدعوة مستندات والدل على موقفه القانوني والرد على أسئلة واستجوابات خصمه، بيحدد الخبير موعد للانتقال إلى عين التداعي لإجراء المعاينة الطبيعية عليها على الطبيعة عشان يشوف مين الحائز ووضع يده على الحيازة، ولون يسأل الشهود من الجيران والكل من الخصوم برضو أن يستند بكافة طرق الإثبات إلى شهوده في وضع يده أو في حيازته على العين محل الحيازة حتى يصل إلى النتيجة التي يرموها من دعوة. وبيبين الخبير في تقرير بيودعه في الدعوة بعد كل هذه الإجراءات المناقشة والمعينة، بيحدد المحكمة بتحدد آجال تستمر الدعوة في التأجيل لحين وضع تقرير الخبير المنهي للموضوع حسب ما انتدبته المحكمة. ودائما ينتهي الخبير وهو عمل الخبير أهميته فين بقى؟ في حط انك انت بتحط موضوع الدعوة والنقط على الحروف في الحكم اللي هيصدر لك في الدعوة. ليه؟ لأن الخبير بينتهي إلى تقرير غالبا ما تنتهي إليه المحكمة، بتاخد تقرير الخبير وتحكم بناء عليه. إذا قالت رد الخبير قال إنك أنت صاحب حق ويترد لك حيازتك، المحكمة بتحكم لك لصالحك بقبول دعواك. إذا كان غير ذلك برضو بينتهي إلى نفس النتيجة السلبية وتحكم المحكمة برفض دعواك. يبقى هنا عندنا عمل الخبير مهم جدا، انك انت يكون عندك
زي ما قلت قبل كده، الملكة والفكر القانوني انك انت تتناقش وتقدر تستجوب او توجه اسئلة او تستوضح النقاط الغامضة في مناقشة الدعوة امام الخبير في مكتب الخبراء. ليه؟ لان الخبير في ذاته شخص ما حضرش وقعة النزاع بيننا، فالخصوم هما اللي بيوضحوها له، والخصم اللي هيقدر يكسب الجولة قدام الخبير هتصدر نتيجة التقرير الخبير لصالحه وبالتالي نتيجة الدعوة. يبقى دي أهمية ندب خبير في الدعوة، المحكمة بتنتدبه لأن المحكمة لا تنتقل إلى عين النزاع. المحكمة يقدم إليها المستندات وتحيل الدولة الدعوة بحالتها إلى مكتب الخبراء لينتدب بدوره أحد الخبراء المختصين سواء كان خبير زراعي أو هندسي حسب الأحوال، تنتدبه لكل الإجراءات اللي احنا قلنا عليها دي عشان ما كررش تاني. كمان عايز أقول إن الدعوة دي قد تكون دعوة موضوعية أو مستعجلة، وتكون مستعجلة في حالة إذا توافرت لها شروط الاستعجال المعروفة قانونا، والتي سنتناولها في حلقة قادمة بالتفصيل في عوارض التنفيذ. هنتناول شروط الاستعجال لأن عوارض التنفيذ كلها مستعجلة، فهتناول شروط الاستعجال عشان ما نكررش الكلام بتاعنا وما نضيعش وقت الحلقة في تكرار كلام. يبقى دعوة للسداد إيه بقى؟ ده دعوة للسداد هنقول كده مفهومها او قوامها القانوني مبني على رد الاعتداء غير المشروع على الحيازة دون نظر الى صفة وضع اليد على العين، ويكفي لرفعها من الحائز الاصيل او من ينوب عنه ان يكون متصلا بعين التداعي وضع يده وحائز العين وسلبت منه يستردها، وطبعا في المواعيد اللي قلناها في السنة اللي بتدور في فلكها الحيازة. طب ايه شروط الدعوة دي؟ نحددها بقى نقطة نقطة ونوضحها، وعايزين نركز فيها شوي. اول حاجة ان الحيازة بتكون مادية، يعني انا وضع يدي ومسيطر على العين سيطرة تامة بلا منازعة او نزاع من احد بأوصاف الحيازة، الهدوء والاستقرار والاستمرار وقت وقوع الغصب. يعني أكون أنا موجود في العين وبمارس كل سيطرت عليها وجي حد يغتصبها مني وأنا موجود. ده الشرط الأولاني الأساسي. الشرط الثاني أن تكون الحيازة العين للمدعي، حيازة العين محل النزاع للمدعي، قد استمرت زي ما قلت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها إلا إذا كان يستردها من شخص لا يستند إلى حيازة بالتفضيل كما شرحنا الحلقة السابقة، أو كانت الحيازة قد فقدت منه بالقوة. ثالث حاجة أن يقع سلب للحيازة فعلا، يعني انا ما ادعيش كلام كده وخلاص حبر على ورق، لا ده انا قاعد في العين وجي حد خرجني منها وسلب مني الحيازة وقعد مكاني. يبقى ان يقع سلب الحيازة فعلا اي تنتقل السيطرة الفعلية على العين الى المغتصب للحيازة، يعني بقى قاعد مكاني، انا كنت جوه هو اللي بقى جوه، هو اللي يقعد مكاني في ويحوز العين. هي دي شرط ثالث ومهم جدا، مش مجرد ان انا اقول ده فلان بيسلب حياسي واقول كلام كده، لا ده لازم يكون فيه في سلب فعلي، يعني زي ما بقول كده هو بقى جوه وانا بره. رابع حاجة ان ترفع الدعوة في خلال السنة التالية لفقد الحيازة، زي ما قلت سنة مستمرة انا في حياستي سنة كاملة تم سلب الحيازة، يبقى لي الحق في خلال سنة بعدها ان ارفع الدعوة وما سيبهاش تمر السنة عشان الحائز او المغتصب ما ياخدش صفة الحائز عليها لو مرت عليها سنة في تحت يده. لو قعدت السنة تحت ايده وهو مغتصبها سنة كاملة بلا منازعة او نزاع بشروط الحيازة وما رفعتش دعوة للسرداد، يبقى خد صفة الحائز بدلا مني، ودي مهمة جدا. الشرط الخامس ان تكون الدعوة في نطاق الاختصاص النوعي للقضاء المدني، وده امر مفروغ منه. يعني
وطبعا الحيازه الحائز الاصلي من ينوب عنه يمارس نفس الصفات ونفس الحقوق والامتيازات اللي الحائز الاصلي في طلب للسرداد. وفي عندنا نقطه بسيطه وصغيره كده، هو الحائز العرضي يجوز لمن قامت حيازته على سبيل التسامح ان يكون مدعيا على سبيل التسامح، وده الحائز العرضي، ان يكون مدعيا في دعوى الحيازه، دعوى سداد الحيازه. وفي هذا الاطار يوجد امثله قانونيه كثيره في هذا الاطار، سيكون لها مجال في الحديث عن دعوى منع التعرض. كمان انا عايز اقول نقطه مهمه جدا، احنا بنقول ما فيش خلط بين دعوى الحق ودعوى الحيازه، ولكن ده لا يمنع القاضي المستعجل من نظر دعوى الاسترداد اللي هي مستعجله بصفه الاستعجال اذا كان هناك دعوى اخرى بصدد الحق، دعوى موضوعيه بصدد الحق، زي مثلا واحد رفع دعوى تثبيت ملكيه، دي دعوى كلي او دعوى جزئي حسب الاحوال، وفي نفس الوقت اترفع دعوى مستعجله لاسترداد الحياز، ما فيش ربط بين الدعوين غير بس ايه، ان هو نفس العقار، لان قلنا لا يجوز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحياز. يعني ما اقدرش اقول تثبيت ملكيه واسترداد حياز، لا يجوز، انما ممكن يكون الدعوين مرفوعين والقضاء المستعجل يباشر اموره والقضاء الموضوعي له اختصاصه. لا يمنع اختصاص القضاء المستعجل رفع الدعوى الموضوعيه، سواء كانت الدعوى رفعت قبل الدعوى المستعجله او رفعت بعد الدعوى المستعجله. يعني سواء رفعت الدعوى الموضوعيه قبل دعوى السداد او بعدها، فده ما بيغلش يد القضاء المستعجل عن نظر الدعوى المستعجله هي دعوى للسداد. كمان احنا بنقول ايه، في جزئيه مهمه، دعوى الاسترداد ترفع في كل الاحوال التي يكون فيها سلب او اغتصاب للحيازه مهما كان العين محل الحيازه او العلاقه القانونيه للحائز بها. بمعنى ايه؟ يعني ممكن يكون مستاجر حائز للعين او مالك حائز للعين، ولكن حيازته مستمرة المدة القانونية اللي يجوز فيها حماية الحيازة أو طلب حماية الحيازة. وطبعا هذه الدعوة مثلها مثل أي دعوة قضائية أخرى يجوز استئنافها وفق الشروط والاختصاصات التي نص عليها القانون والمواعيد الإجرائية القانونية اللي نص عليها القانون، يجوز استئناف الدعوة أو استئناف الحكم الصادر في الدعوة. ولكن طب إمتى الشخص يطلب استرداد الحيازة أو يكون له الحق في طلب استرداد الحيازة أو يباشر هذا الإجراء في السنة التالية قلنا لسلبها منه في خلالها ما تنقضيش؟ إذا كان المال أو الحق محل الحيازة مما يجوز اكتسابه بالتقاضم، يعني واحد وضع يده عشان نيته أن يكتسب بالتقاضم، يبقى عندي المواعيد اللي حددها القانون لازم ألتزم بيها، وزي ما قلت ما يمرش سنة على سلب الحيازة. بعيدها تاني عشان لو استمر المغتصب للحيازة سنة كاملة بصفاتها الهدوء والاستمرار والاستقرار في العين المغتصبة يكون قد سلب الحيازة كليا واكتسب حيازة على العين، طالما مرت سنة دون قطعها بدعوى الاسترداد. لابد من قطع السنة برفع دعوى الاسترداد في خلال السنة، وزي ما قلت ما استناش السنة في اليوم او الاسبوع او الشهر او اي وقت، على طول مباشرة في معاصر لسلب الحيازة اتخذ اجرائي حتى لا امنح فرصة للمغتصب ان يكتسب حيازة عليه. مهم جدا الجزئية دي، وعشان كده عمال اعيد وازيد فيها لانها نقطة شائكة وبيحدث منها مشاكل في دعاوى الحيازة، وقد يكون صاحب الحق يخسر حقه بسبب ان الاجراء القانوني لم يتخذ في ميعاده الذي نص عليه او اشترطه القانون. ولكن عندنا جزئية، طب ما احنا عندنا يبقى كده معنى كده
ما هي أموال الحكومة والشخصيات أو الأشخاص الاعتبارية لا يجوز اكتسابها بالتقاضي، وبالتالي لا يجوز رفع دعوى الحيازة عليهم. شفت أنا بقى في جزئية مهمة إيه؟ لا يجوز أن ترفع دعوى للسداد ضد الحكومة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للعقارات المملوكة لها. يستوي أن تكون هذه العقارات من الأملاك العامة أو من الأملاك الخاصة، لأن هذه أو تلك لا يجوز اكتسابها بالتقاضي. يبقى لا يجوز اكتساب أملاك الحكومة والأشخاص الاعتبارية بالتقاضي، وبالتالي لا يحق لأي شخص أن يطلب استرداد حيازته على هذه الأملاك، أملاك الدولة. طب إحنا عندنا من سياق الحوار سواء في الدعوة في الحلقة الماضية في فقرات حماية الحيازة وآثارها ودعاواها، هنشاهد إن في إجراءات أو نوع من الخلط ما بين دعوة للسرداد ودعوة منع الطرد، وإحنا شرحنا في عجالة الحلقة الماضية شروطهم، ولكن والنهاردة خصصنا دعوة للسرداد، وسنكمل الحلقة القادمة بإذن الله في غيرها في دعوة منع الطرد. ده في جزئية مهمة جدا، أنا ممكن أرفع الدعوة، عشان كده أنا عمال أقول إيه تكليف اللي هقدمه للمحكمة بناء عليه، طلباتي إيه، أسمع الحكم بإيه، مهم جدا لأنه ده اللي هيصدر عليه الحكم. بقول إيه حاجة مهمة جدا، إن المحكمة يجوز أن تتصدى للدعوة بوصف غير اللي أنت قلته إذا لقت إن الموضوع كله والخبير والدراسة والمستندات والمناقشات وكل الحوارات تدور على منع التعرض وانت بتتكلم في دعوة للسرداد، فللمحكمة ان تتصدى اليها على انها دعوة منع التعرض حسب الوصف اللي شايفاه المحكمة. وعشان كده بقول لابد انك انت تحدد في الطلبات الختامية انت عايز ايه، وتحددها بفنية وبحرفية، لان المحكمة مش هتلقمك تشتغل ازاي ولا هتوجهك تشتغل ازاي. ولذلك في بعض الدعاوى زي ما قلت في حلقة سابقة بقى الحكم مطبوع فيها كده، ان المحكمة غير مسؤولة على ان هي توجه الدفاع الى اثبات دعواه. هتلاقي السطور دي مطبوعة في كل الاحكام، حتى لو كنت انت صح هتلاقيها مطبوعة في كل الاحكام اللي صدرت بالرفض او عدم القبول، ان المحكمة غير مسؤولة عن توجيه الدفاع لاثبات دعواه. خلي انت بقى الموضوع ده في دماغك، وما تخليش المحكمة لا توجه ولا تعلق، وحط كل حاجة في صحيفة الدعوة وانت بترفع الدعوة، وضح كل شيء في صحيفة الدعوة زي ما قلت قبل كده، وارفع مستنداتك من اول جلسة على اعتبار ان الحكم هيصدر في نفس اليوم، عشان حتى لو الحكم صدر خطأ وده وارد بنسبة كبيرة جدا، القاضي بشر ووجهة نظره تختلف عن وجهة نظرك او له وجهة نظر معينة، انت بتشوف الدعوة بنظرة الطائر هو بيشوفها بنظرة تطبيق القانون فقط، فقد يكون الحكم مش عاجبك، يبقى انت ارفقت بدعواه اذا صدر الحكم ضدك، أرفقت بدعواك مستنداتك الدل على موقف موكلك القانوني، وشرحت في صحيفة دعواك دفاعك، وأبدت في طلباتك الختامية في صحيفة دعواك ما يجبرك. صدر الحكم ضدك، من حقك في خلال المواعيد القانونية إنك أنت تستأنف الحكم، وأكيد المحكمة الاستئنافية هتعدل الحكم وتلغي حكم أول درجة وتصدر حكمها لصالحك، طالما ان دعواك مستوفاة للمستندات وصحيفة شارحة قد تكون مذكرة دفاع وطلبات واضحة، واسست الدعوة على الموضوع، على الموضوع سليم. مهم جدا جزئية صغيرة هاخدها في عجالة، الحائز على الشيوع. يعني ايه الحائز على الشيوع؟ ممكن يكون مجموعة من الورثة السلف بتاعهم توفى وترك ورصة، ولكن واحد من الورصة حائز للعين ومستمر حيازته والباقي بره العين، هم ملاك زيهم زيه، ولكن هو حائز للعين، يحمي القانون هذه الحيازة ليه الحيازة على الشيوع، ولكن لا يمنع صاحب الحق
انه يطالب بحقه زي ثمار ثمار الشيء او ثمار ثمار الشيء اللي هو شريك فيه، من حقه انه يطالب بيه زي الريع، او اذا كان هناك دخل منتظم مستمر انه يطالب بالمحاسبه عليه لو كانت شركه او شيء مما يضر دخل منتظم، او اذا كان غير ذلك من حقه انه يطلب بحصته في الريع لمنعه من حيازه العين عن طريق الحائز الموجود حاليا في العين. هي دي الحيازه على الشيوخ، ان يكون موجود واحد من الورثه سنه كامله بصفات الحيازه هادئه مستقره مستمره موجود في العين، وله شركاء باقي الورثه ملاك في العين ولا توجد لهم حيازه على العين. من حقه اذا حاول احدهم او تعرض لهذه الحيازه او سلبها منه ان يسترد الحيازه، واذا حدث منه تعرض زي ما نشوف في الحلقه القادمه ان شاء الله من حقه ان يمنع التعرض حسب الاحوال، وعلى ان يدور ذلك في فلك السنه. طالما هو قعد مده سنه اي تعرض له لابد من رده سواء بالاسترداد او منع التعرض او وقف الاعمال في السنه التاليه لا تنقضي، زي ما وضحنا في كل شويه بقول لا تنقضي. ويسترد الحيازه من خصمه حتى ولو كان شريكا له في العقار، زي ما قلت حتى لو كان صاحب حق معاه، ولكن الحيازه شيء والحق شيء. انا قلت قبل كده لا يجوز الجمع بينهم، يعني انا حائز وغير مالك، او انا مالك وغير حائز، قد اكون في الوضع ده او في الوضع ده، وقد اكون زي ما قلت حائز على الشيوع لاني واحد من ملاك الحق اللي انا حائزه، ولكن احوز الحق كله، احوز العقار كله، ولكن انا ليا نصيب ملك فيه. الحيازه شيء والملك شيء. اعزائي الزملاء اخواتي الاعزاء وابنائي من شباب المحامين، تحياتي اليكم جميعا. احداث دعاوى الحيازه كثيره ومتنوعه ومتعدده، وكل واقعه تختلف عن الاخرى، لان كل واقعه لها ظروفها الماديه في سلب واكتساب الحيازه والتصرفات القانونيه التي ترد على العين في اي حال من الاحوال. كلها نقاط شائكه بينها خيط رفيع لابد فيها من فهم دقيق وملكه وفكر قانوني يستطيع التفرقة بالدعاوى الحيازة، ولابد أن تعود لسماع ومشاهدة حلقاتنا السابقة بخصوص الملكة القانونية ومدى تطابقها على الواقع المعروضة، سواء كانت دعوة استرداد أو منع تعرض أو وقف أعمال. كما نوضح أنه دعوة الاسترداد في الحيازة عن العقار تختلف بالطبع عن دعوة استرداد المنقولات المحجوز عليها لدين مدني او شرعي او اي دين من الديون او تجاري، تختلف الدعوة دي عن الدعوة دي. اعزائي حماية الحيازة ودعواها موضوع شيق وكبير ودقيق يحتاج الى تركيز، ولذلك نتناول دعاوى الحيازة كل دعوة على حدة. والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.